وحان لها سيدك دقة حبدا سلو جوجي وحان كباقيا إن وحكستا ودفرنسيسا أما الله يسكوها يو لو حال ليو ودادا أما جيدك ودهادالك إي إسفهمك بنتلان أول هوي نبدا ومددير ودوري لغاتن سنة دولد أحايد مانتا إن عاصمة ديدي لو دري راي دو ماها مركا ولا ليال حبدا هالجوجي أنا أدي أد وحن ومرغيسن وتيرايسن أن هل كان تعسي ودرو ذاتك الصوماليات مانتا كودنتي أما كودا وعمي اسكودعي كداعي مغالا دا قروي عاصمة دا دولة دا بنتلان وانا سيب درو وحان ليه انتي كود امتي إلهي هون حريستو انتي كود داو عانتينا إلهي هو بوغر ديو وحان كوباقيا ان سي دق دق اه لو جو جيو دقال كميش هسك صعودة ودقال معنى درا ودقال انكوها بونين ودقال ككود امان ايا لبضل انعبا ايهين داد ولا لا وأهلا وهبي يراته وحم عنا قصة ما ينيس أي سنجرين إنا يستريرا سيدا درتيت وحان ليه هاي مركلة سيد دق دقة حبدا سلوجوج وحان كباقيا إن وحكستا ودفرنسيسا أما الله يسكوها يو لو حال ليو ودادا أما جيدك ودهادالك إيه إسفهمك وحان هو بقى إنه أسوق كل بيري هاي كان كوست يري هاي كان النتيجة وناكسين هاي إن قري أفكي لجوا رهضله وحان جوجنا حلي قفكي وحجرنا ياي الصومالي سوتشو جي وسن حساب بدن أقبين إنه ولا الكيس حبت كريدو بنتلان أول هوي نبضع ومددير ودوري لغاتن سنة دولد أحايد مانتا إن عاصمة ديدي لغو دري راي دو ماها مركا ولا ليال حبدا هالجوجي ودا هذا الكود أميستا وحكستا وخلافة وجرة وحان او دنبايستا وباقيا استمادة غير بنتلان اشرفت له وحقرتك قيمها بضن أقونيها انكا iyo ururada bulshada oo aan ogahay in ay karti u leeyihiin khibrad u leeyihiin aqoonteeda leeyihiin in ay joojiyaan habadaas qaataan kaalintii lagu yaqiinay nabadeed soona afjaraan kala dhex galaan isu keenaan nabad lagu soo dabaalo deegaanka waxaan u rajaynayaa dadka reer Puntland iyagoo nabada inay ciidaan oo wada jira wada jirka iyo jiritaanka iyo xoojinta nidaamka dawladnimada ee Puntland waa aasaaska nabadda Soomaaliya. Puntland waa horyaalka Soomaaliya ee dhinaca nabadda iyo dawladnimada iyo horumarka. Waxaan rajaynaynaa in ay halkeedii ay ka sii wado. Waxaan rajaynayaa in la soo afjaro wax kasta oo qulqulatooyina oo taagan haday noqoto mid siyaasadeed iyo haday noqoto mid kale intaba. قول يا ذي الرجينة يا حبة داسو استاكته إذن كو قعمها يسقف صدق أولا لها هرين أسعده وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.